هنا يجيب لي حالة يعني suggestive of deep venous thrombosis، يقول لي العيانة عندها leg swelling وpain warmth دافية الحتة وtenderness to touch وredness في الانفولف في الايه في الانفولفد اريا. هي ايه typical ايه deep venous thrombosis، وبالذات طبعا لو هيستري انها بتاخد contraceptive pills او pregnant الى اخره، كل ده يمشي مع الشكل ده الليج سويلنج بين وورمث تندرنس وريدنس في المنطقه دي، ها خلاني اقول احتمال كبير جدا دي دي في تي ديب فينوس ثرومبوزس. وات از ذا انيشال تيست اوف تشويس للحاله دي؟ هنا هو طبعا ممكن يروح حاطط لي فينوغرافي على فايبرين ديجراديشن برودكت على 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 الانيشال تيست اوف تشويس في هذه الحاله بلا تردد تقولوا لي ايه دوبلكس الترا ساوند. ده بقى ليه؟ لان جايب لكم صوره حاله بروكسيمال دي في تي. الدوبلر الترا ساوند مش حلو قوي في الديستال، تفتكروا الصوره دي كويس جدا. البروكسيمال ده بنعمل له ايه الدوبلكس الترا ساوند ممتاز جدا جدا جدا، لكن لو هي ديستال دي في تي بقت الحسابات مختلفه، لان ما مش سنسيتيف قوي في الدوبلكس الترا ساوند في الديستال ديب فينوس ثرومبوزس. لكن لو هي بروكسيمال زي دي، عشان كده هجيب لكم الصوره بالذات عشان اساعدكم في هذا السؤال او اللي تعرفوا الاجابه تبقى في الميموري عندكم كويسه، ان البروكسيمال دي في تي الفيرست او انيشال تيست اوف تشويس الدوبلكس الترا ساوند ليها الايه البروكسيمال ديب فينوس ثرومبوز. لا احنا قلنا ما هو سنسيتيف قوي في الديستال دي في تي، لكن في البروكسيمال احسن حاجه واول تيست والانيشال تيست اوف تشويس في الحاله دي الايه توبلكس التراساوند.